البهاليل مدينة صغيرة تقع في قلب الأطلس المتوسط الساحر. تعيش المدينة على إيقاع إقلاع تنموي منقطع النظير، تعزز بحكم المبادرة التنموية المنتهجة من طرف المجلس البلدي للمدينة. فمنذ تولي المجلس الأخير مسؤولية تدبير الشأن المحلي للمدينة برئاسة السيد حسن لوطايا عن حزب التجمع الوطني للأحرار، انكب المجلس رئاسة وأعضاء على وضع اللبنات الأولى لتأهيل المدينة وإعطائها المكان التي تستحقها. استراتيجية ترم فتح المدينة على عوالم تنموية واعدة وجعلها مزارا سياحيا رائدا على صعيد الجهة بحكم ما تتوفر عليه من مؤهلات طبيعية وسياحية، وبحكم الاستراتيجية التنموية المعتمدة من طرف مجلسها البلدي.